أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية اعتقال 89 شخصا من قبل الشرطة بتهمة الانتماء لشبكة تهرب الصينيين إلى بريطانيا وأيرلندا وكندا والولايات المتحدة. قالت الوزارة إن الشبكة التي يديرها صينيون وباكستانيون اتخذت من إسبانيا نقطة عبور لتهريب المهاجرين في انتظار تسليمهم وثائق سفر مزورة. وأشار المصدر إلى أن المهربين يتقاضون مبالغ تصل إلى 20,000 يورو عن كل عملية.